much. Now I'm going to stand by. أخوان الوجبة الأولى توقف الدقة والهدوء بالخوف. اشتهرت اليوم. الحقيقة اليوم وحسب قرار الهيئة القضائية للقاضي بإلزام المفوضية بإعادة عملية العدوى الفرز لمحطات بغداد باشرت المفوضية وضع الاستعدادات الخاصة لهذا العمل، وهذا عمل ليس بالهين حقيقة، يحتاج إلى جهد كبير، وكما تشاهدون هناك أعداد ضخم من الموظفين تم توفيرهم من مكاتب المحافظات والمكتب الوطني ومراكز تسجيل الناخبين وتدريبهم. نشوف شلون اي هم موجودين لنا. وعملية العدو الفرز اليدوي اعتقد بانه ستزيل بعض الغموض الذي حصلت في الانتخابات السابقة، ولأن الأحزاب هناك أحزاب غبنت وطعنت وشككت بنتائج الانتخابات. والله عملية العدو الفرز التي بدأوا بها اليوم هي ما مجرد تأخير للعملية السياسية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي هاي تؤدي إلى عدم استقرار الوضع الأمني.